قلنا لكم الأخ محمد مهدي، الدكتور محمد مهدي حافظ القرآن على 63 طريقة، وأزيدكم بيت من الشعر سيدنا. الأخ محمد مهدي يقدر يقرأ القرآن على 14 رواية الواردة ما شاء الله في هذا السن. طيب احنا راح نبدأ بالأسئلة لضيق الوقت، نختصر إن شاء الله، وكل البرنامج نكمل إن شاء الله بثلاث أسئلة. أنا هاي السماعة وين أقدر أوصلها هنا؟ أنا ما أدري. افتح المصحف إخواني، تابعوا، شوفوا السرعة أسرع من الكمبيوتر. طيب لا خلي، بسم الله الرحمن الرحيم. محمد مهدي، رقم الصفحة 275، ما هي السورة؟ سورة النحل. الجزء؟ الجزء الرابع عشر. الصفحة؟ على اليمين. بداية الصفحة؟ ويعبدون من دون الله. نهاية الصفحة؟ ألم يروا إلى الطير. الكلمة الأخيرة من الصفحة؟ كلمة يؤمنون. ابدأ من بداية الصفحة. بسم الله الرحمن الرحيم. ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقا من السماوات والأرض شيئا ولا يستطيعون، فلا تضربوا لله الأمثال، إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. الصفحة التي بعدها بأي آية تبدأ؟ والله جعل لكم. الصفحة التي بعدها. الذين كفروا. بعدها. ولا تتخذوا. بعدها. ولقد نعلم. بعدها. يوم تأتي. بعدها. ثم إن ربك. بعدها. سبحان الذي. بعدها. عسى ربك. بعدها. من كان يريد. بعدها. وإما تعرض. بعدها. ذلك مما. بعدها. يكون حجارة. بعدها. وما منعنا. بعدها. وإذا مسك. بعدها. وإن كادوا. بعدها. إلا رحمة. بعدها. ومن يهدي الله. بعدها. وبالحق أنزلنا. بعدها. ما لهم به من علم. بعدها. وإذ بعدها. وكذلك بعدها. أصبر نفسك. بعدها. ودخل جنته. بعدها. المال والبنون. بعدها. ولقد صرفنا. ارجع من هذه الصفحة 100 صفحة وقل بأي آية تنتهي. وإذا أنزل. دقيقة انتظر، غير ورطة تورطنا. طيب نعم سيدنا مولاي. إن شاء الله. إن شاء الله. طيب طيب، هذه الصفحة بأي آية تنتهي؟ وإذا أنزل سورة. حسان ريد نصعبها أستاذ محمد مهدي. نعم. ارجع بشكل القهقرائي. نعم. آية ارجع. نعم. قبلها أي آية؟ ولا تعجبك. قبلها؟ ولا تصلي على أحد. قبلها؟ فإن رجعك الله. قبلها؟ فليضحكوا قليلا. قبلها؟ فرح المخلفون. قبلها؟ استغفر لهم. قبلها؟ الذين يلمزون. قبلها؟ ألم يعلم أن الله. قبلها؟ فأعقبهم نفاقا. قبلها؟ فلما آتاهم. قبلها؟ ومنهم من عاهد الله. قبلها؟ يحلفون بالله. قبلها؟ يا أيها النبي. صفحة التي بعدها بأي آية تبدأ؟ استغفر لهم أو لا تعتقد. هسا أريد أن تقرأ صفحة ما تقرأ يكي دارميون. صفحتين بعدها. يعتذرون إليكم. صفحتين بعدها. والذين اتخذوا. صفحتين بعدها. وعلى الثلاثة الذين. صفحتين بعدها. ألف لام راء. صفحتين وإذا بعدها. وإذا تتلى عليهم. 5 صفحات بعدها. ولو أن لكل نفس. 5 صفحات بعدها. فلولا كانت قرية. 10 صفحات بعدها. قالت يا ويلتى أألد. صح مولا؟ لا صحيح. صلوا على محمد وآل محمد. وآل محمد. شفتوا يولا؟ سمعوا بس؟ لو سنة جاي إن شاء الله تخلينا مانيتور سيدنا. طيب هاي الحركة الأولى. الحركة الثانية، راح طبعا علماء في طب المغز والأعصاب اللي يقولون شافوا الأستاذ محمد مهدي، قال له هذا صن خارق العادة. بيراني بقام كبار بعد إيراني بفهمان دكتوراي مغز وعصبي شنو إذا قلتي خارق العادة است. چرا این روش هم میخواد اجرا کنه؟ چه روشی؟ پروانه، اجنحة الفراشة. يعني راح يبدأ بداية الصفحة عن اليمين وبداية الصفحة عن اليسار. هاي الصفحتين مثل اجنحة الفراشة تنلم. هالمرة يقرأ صفحتين قبلها وصفحتين وراها. يعني إذا رقم الصفحة 198 102 96 104 94 106 جدا صعب. طيب تفضلوا مولانا افتحوا المصحف. طيب رقم الصفحة 341. نعم. طيب سورة الحج.
الجزء السابع عشر. أحسن، ابدأ من بداية الصفحة. يا أيها الناس ضرب مثل. أحسنت، مقابلها قد أفلح المؤمنون. هاي صفحتين لبيناها، صفحتين قبلها الملك يومئذ لله، صفحتين بعدها فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك، أربع صفحات قبلها أذن للذين يقاتلون، أربع صفحات بعدها والذين يؤتون ما آتوا.